اختتمت الثلاثاء فعاليات بطولة أوسو الدولية في نسختها السادسة بملعب أوسو ببلدية زوارة، وبمشاركة وكيل هيئة الشباب والرياضة وعدد من شخصيات المدينة. وفي ختام البطولة توج المنتخب الليبي بلقب البطولة لهذا العام إثر فوزه على نظيره فريق الجزيرة الذي تحصل على الترتيب الثاني بالبطولة. انطلقت ببلدية صبرتا الاثنين فعاليات المخيم الأول للكشافة البحرية بتنظيم وإشراف فوج كشافة صبرتا بمفوضية الزاوية، وبمشاركة الفرق الكشفية بمفوضيات الساحل الغربي من طرابلس إلى زوارة. ويأتي المخيم الأول للكشافة البحرية في إطار اهتمام بلدية صبرتا بالأنشطة الكشفية وبالتعاون مع نادي صبرتا البحري. هذا وتستمر فعاليات المخيم طيلة الفترة من 21 حتى 25 من أغسطس الجاري برعاية المجلس البلدي صبرتا. أقامت بلدية حي الأندلس حملة صيانة الحفر بالبلدية برعاية لجنة البنية التحتية. الحملة أقيمت بتنسيق مكتب المشروعات ببلدية حي الأندلس مع مصلحة الطرق والجسور طرابلس، واستهدفت الحملة العديد من الطرق داخل نطاق البلدية. انطلقت ببلدية ترهونة أعمال تنفيذ مشروع الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ترهونة، حيث بدأت أعمال التسوية وضغط الطبقات قبل البدء بتعشيب الملعب بعشب صناعي بمواصفات عالية. هذا وتأتي هذه الأعمال في إطار مشروعات مكتب الشباب والرياضة ترهونة للرفع من مستوى البنية التحتية بالرياضة في المدينة. عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني الأربعاء في تونس اجتماعا مع سفيرة الاتحاد الأوروبي والمدير الإقليمي للبعثة الأممية. وتركز الاجتماع على تسريع الإجراءات المتعلقة بإعادة إعمار مدينة سرت وعودة الحياة فيها وإمكانية عودة النازحين لها. كما تم خلال الاجتماع إبلاغ المعداني بأن عددا من المدارس بالبلدية تمت ترسية كافة العطاءات لصيانتها. قال مراقب الاقتصاد بسرت عبد الجليل المعدني إن السلع التي وفرها صندوق موازنة الأسعار قد وصلت إلى مخازن السلع التموينية بمدينة سرت. المعدني أكد بأن عملية التوزيع على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت ستتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وأشار المعدني إلى أنه سيتم التعاون مع أرباب الأسر من خلال هذه الجمعيات الاستهلاكية، والبالغ عددها أكثر من 100 جمعية تقريبا بالبلدية وضواحيها، وأن عمليات البيع ستكون وفقا للأسعار التي وضعتها إدارة صندوق موازنة الأسعار. قامت قوة حماية وتأمين مدينة سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص بتأمين وصول سيولة مالية إلى المدينة. المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص على صفحته الرسمية أوضح أن السيولة التي وصلت تقدر بستة ملايين دينار ليبي تم توصيلها لعدد من فروع المصارف بمدينة سرت. سلم مجلس البيضاء البلدي سيارة إسعاف إلى مستشفى جندول القروي جنوب المدينة، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي بالبلدية. عضو المكتب الإعلامي بالمجلس حمدي الصعيطي قال إن رئيس قسم النقل والحركة بالمجلس رمزي خنفر سلم السيارة للمستشفى مجهزة بغرفة عناية متكاملة، وكان المجلس قد سلم خلال الأيام الماضية
جهاز الخدمات والطوارئ بمدينة البيضاء سيارتي إسعاف مجهزتين، كما سلم قبلهما سيارة لفرع الهلال الأحمر الليبي في إطار دعم القطاع الصحي بالمدينة. عقد عميد بلدية ترهونة عياد البي الأربعاء بديوان البلدية اجتماعا مع عدد من الموظفين بالبلدية، ويهدف الاجتماع إلى متابعة سير أعمال الإدارات والقطاعات الخدمية داخل نطاق البلدية. وحضر الاجتماع كل من عضوي المجلس البلدي حامد الفتوري وجميل الحمروني، بالإضافة إلى وكيل الديوان بالبلدية الهاشمي محمد. عقد مساء الثلاثاء بمقر مدرسة الفروسية ترهونة الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان غصن الزيتون الأول لركوب الخيل، وأقيم الاجتماع بحضور رؤساء الأعقاد التي ستشارك بمهرجان غصن الزيتون، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المتعلقة بإقامة المهرجان وتحديد أيام 15 و16 و17 من سبتمبر القادم موعدا لإقامته.